ونتابع مع بعض تفاصيل وغرائب سلسلة هاري بوتر. في الجزء الثالث كان في ساحر بيقرأ كتاب تاريخ موجز للزمن لستيفن هوكينج، وده كان تكريم من أصحاب السلسلة لهوكينج، وإن كتابه كان رائع لدرجة إن السحرة مهتمين بيه. في الجزء الثالث سجين أسكابان اسم نويت إسكماندر خبير الوحوش وبطل سلسلة فانتاستيك بيست بيظهر على خريطة المردور، وده لأنه كان صديق لدامبلدور وغالبا استدعاه عشان يفحص الهيبوغريف ويثبت للحكومة إنه مش خطير وما يستحقش يتعدم. في نهاية الجزء الرابع في التترات اتكتبت جملة مفيش أي أذى تعرض له أي تدنين أثناء تصوير الفيلم عشان الناس تحس إن الأحداث حقيقية. في الجزء الخامس لما هاري كان واقف بيعلم صحابه ازاي يدافعوا عن نفسهم كان فاتح زراير السويتر بتاعه زي بروفيسور لوبين عشان كان اكتر مدرس بيحبه. في الجزء الخامس لما هاري كان رايح المحاكمة مع أرثر ويزلي ابو رون دخل كلمة السر 62442 اللي هي كلمة ماجيك على الموبايلات القديمة اللي بزراير. في الجزء الخامس جماعة العنقاء كل البنات في جيش دامبلدور كانوا لابسين جيبة الا جيني ويزلي كانت لابسة بنطلون، لأن في الرواية عيلة ويزلي كانت فقيرة جداً وبيدوا اللبس لبعض، فمخرج الفيلم أصر إنها تلبس بنطلون لأن كل إخواتها كانوا صبيان. تابعونا واستنوا بقية المواقف في الحلقة اللي جاية.